اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل كان معانا ابطالنا ناشئين وناشئات في العدو والجري 400 متر و200 متر وشفنا قد ايه انجازاتهم. احنا دلوقتي هنتكلم عن الرمح. معانا اثنين من الابطال ناشئات وناشئين طالعين بارقام جيده جدا. برحب بالبدايه بشهناز السيد. اهلا بيك يا شهناز. طبعا نجمه الرمح في النادي الاهلي ومنتخب مصر منورانا في قناه الاهلي. منور حضرتك. طبعا بنرحب بضيفنا للمره الثانيه طبعا لانه ما شاء الله ميدالياته كتيره احمد سامح. اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بحضرتك. منورنا. منور. ميداليات كتيره ما شاء الله. طالما في بطولات يبقى جينا كتير. الحمد لله. صح كده؟ بنبارك لك على الذهاب في بطوله الجمهوريه. الله يبارك فيك. وده كان متوقع. كلمني عن استعدادك الميداليه دي، مين منافسينك كانوا؟ كلمني عن الميداليه، اخر ميداليه. هو اخر ميداليه انا كده كنت سافرت بطوله البحر المتوسط في ايطاليا، فعملت رقم مش وحش برده 67 84، فكان رقم يعني اوحش من اللي انا عملته. اشتاهلت اللي هو بطوله العالم 69. اتاهلت اتاهلت كام انت برقم كام؟ 69. بس انت دلوقتي عملت 67 فرقم اقل. انت رقم اقل. رقم اقل. فبعد البطوله دي كان عندي هدف، احنا كان عندنا الهدف ان احنا نعمل 70 متر اخر السيزون يعني مفنش بيه. الحمد لله عملت 73 13 ما شاء الله. الحمد لله عملت 3 متر فوق اللي انت عايز تحققه ما شاء الله. هو ده قريب من رقم مصر ب 2 متر بس قربت. قربت. طب رقم مصر ما مسجل بيه؟ ايهاب عبد الرحمن. كابتن ايهاب عبد الرحمن. بس ايهاب ما شاء الله بقى كبير يعني. الحمد لله. يعني فانت محتاج تجيب 2 متر زياده. بس انت بس خلاص برضه ده كان اخر سيزون ليا في تحت ال 20. مش مهم، ما هو انت الرقم ده رقم مصر في الكبار. لا رقم مصر الكبار 89. 89؟ بس انت بتتكلم في الشباب 75. الشباب كان 75. مش مشكله، هتحقق بقى ال 89 دول في الكبار ان شاء الله. ان شاء الله. واحده واحده باذن الله. ان شاء الله. شهناز اجي لك برضه. انت اخر بطوله لبطوله الجمهوريه. دهب. الحمد لله. رقم. عملت رقم حقيقي مش حلو خالص لان انا كنت نازله مصابه ما كملتش عليا. فعلا. ومع ذلك واحده دهب. الحمد لله. كان كام؟ طب قولي رقم. مش حلو. مش عايزه تقولي. لا قولي لي ما انا عشان نبقى عارفين يعني. لا نزلت كتير عن الرقم الاساسي. ما احنا نقول الرقم الاساسي كام ونقول انت كسبت يعني كتير. انا عندي 44 متر، عملت البطوله اللي فاتت 37 متر. مش مشكله، بس انت كسبتي ده. الحمد لله. بس انت رقمك الاساسي 44. بس انت لعبتي افريقيا ولعبتي بطوله عربي. بطوله عربي بالرقم العربي باسمي اصلا تحت 18. فعلا. جبت كام في اللعب بطوله عربي؟ كنت جايبه 43 27 حاجه زي كده. 43 47 ده الرقم العربي اللي هو مسجل باسمي. انت حققتيه سنه كام؟ حققته 2019. برافو. طيب ودي كانت اخر بطوله عربيه. طب دي اخر بطوله عربيه صح؟ اول بطوله عربيه لعبتها اللي حققتي فيها الرقم. طب الثانيه كانت ايه؟ الثانيه كانت البطوله اللي هي في الشهر، كانت شهر 7 كده من 3 شهور كده، 2020 شهر 5. عملت ايه؟ الحمد لله يعني عملت فضه للاسف، فرق سنتيات بسيطه جدا. كان اصابه برضو ولا كان؟ لا كانت اصابه. مش طب هو الاصابه مختلفه اللي فاتت عن اللي كانت في البطوله العربيه؟ لا هي كانت هي للاسف. إيه؟ كانت اصابه في كتفي. كتفي اللي بترمي بيه. التهابات قويه جدا وكانت مسمعه معايا بقى في كتفي كله، فما كنتش بعرف ارمي خالص، كتفي بيتقل طبعا التهابات، فما بستحملش مثلا غير ان انا اقل حاجه ارميها بقوه جدا 3 رميات، بعدها كتفي بيتقل جدا مش بقدر ان انا. طب وتعالجت كويس دلوقتي؟ يعني احسن. هو حاليا انا في فتره العلاج، يعني حاليا هعمل رنين لسه على كتفك. ان شاء الله كمان بكره ان شاء الله هعمله وبس، وباذن الله ماشيه في فتره العلاج. هم الدكاتره هيشخصوا ليه الالتهابات دي بتجيلك؟ يعني عشان اصلا كنا احنا لعيبه هاندبول، فكنا على طول بنستخدم ايدينا الايدين. كنا انت بتقولي كنا عشان احمد سامح كان لعيب هاندبول برضه وانت كنت لعيبه هاندبول صح؟ فكنت بتستخدموه بعنف. بنستخدمه جدا، والاصابات اصلا بتاعت الهاندبول قويه جدا يعني على طول. من الكتف وكده، وكتر الشغل كمان ان احنا بنشتغل على طول على العضلات الاماميه مش العضلات الخلفيه، ففي امبالانس بين الاثنين. فبيخلي عندنا راوند شولدر بيجيب دايما التهابات في الاوتار اللي هنا على طول. هذا الموضوع كبير. طب انت لعبت هاندبول لغايه امتى؟ انا لعبت هاندبول 12 سنه لحد 2019 اللي فاتت دي، ودخلت منتخب. يا جماعه الهاندبول بيطلع لنا كده. احمد انت لعبت لغايه قد ايه؟ لسه بلعب لغايه دلوقتي. بتلعب هاندبول لغايه دلوقتي؟ بتلعب بس مش رسمي. لا بلعب مش تبع منتخب، بلعب تبع نادي. نادي ايه؟ نادي هوليدو. والله بتلعب؟ لسه كان عندي ماتش امبارح. يا راجل. بتلعب هاندبول وبتلعب رمح؟ بلعب الاثنين. بتحب مين اكتر؟ الهاندبول ولا الرمح؟ لا هو انا دلوقتي يعني بحب الرمح طبعا، بس كنت بحب الهاند يعني. طب الهاند بتلعب مركزك ايه؟ خط خلفي. خط خلفي طبعا. خلاص كده. طب بتلعب باك رايت ولا باك ليفت؟ لا باك ليفت اكتر يعني. باك ليفت عشان بتلعب بايدك اليمين. فانت يعني الهاند بول بتلعبها كده فور فن يعني، مش اللي هي مركز فيها ولا؟ انا مركز برضه، بس يعني الفتره اللي فاتت ده عشان كانت بطولات اكتر في الرمح، فكنت موقف شويه الهاند بول يعني.